انت كنت محجوز هناك؟ محجوز عندي 11. شلون حجزت هناك؟ والله قلبوني وضغط وهذا وقلبوني انا كنت عادي. انتو كم نفر كنتوا هناك؟ والله كنا تقديرنا من 2000. وشنو اسم المنطقة؟ منطقة ودونا على كوتو على عرافة على الموس. شلون كانت الظروف اللي هناك؟ والله ظروف يعني احنا ندبر حالنا اما قليل يعني طبعا. بس يقول اي واحد يموت مو مشكل، يوميا مرات اثنين ثلاثة يموتون ندفنه وغادي. كان وياكم يعني اطفال ونساء وهاي؟ كثير نساء اطفال كثير معانا. اخذوا من عندكم بنات؟ ايه. كم بنت اخذوا؟ والله اخذوا قدام عيني حوال 50 واحد. ايش كانوا يسوون بيهم؟ ياخذون لهم. اها. وانتم يعني غيرتوا ديانتكم لولا؟ لا احنا غير ايه قالوا لنا الا تصيروا الاسلام لو نذبحكم. قالوا اذا انت يريد اليزيديه نذبح. مره جو فتشونا قالوا لنا اي واحد يريد يزيدي خلي خلوا مسدس براسي. قالوا اذا ما تصير مسلم نذبح. قبل قلت يابا نصير مسلم. ايش قد ظليت هناك؟ 6 شهور. وش كنتوا تاكلون هناك؟ والله احنا ندبر حالنا يعني قليل الخبز ماكو، اكل ماكو ضعيف، ندبر احنا اسير جوع نحمل جوع العطش وهذا نحمل. والادويه والمرضى شلون كانوا؟ ادويه ماكو. ادويه اللي ضربوا بالجريه هو الادويه الانسان بس. ما يجونا من يعني نروح نقول ادويه يقول ماكو، هذا الادويه ماكو. من داخل عيادة مال نهزمور. وكل واحد لحيته أهل طوله يقولون أنتوا سنة إسلام أنتوا كفار، إحنا خلاص أنتوا كفار. وبعدين يقولون إذا نهبكم تروحون على الكفار. على يزيدي على الكفار. وإحنا ما ندري جابوا سيارات وجابونا على الحويجة على الرياض، من الرياض على مكتب خالد، من مكتب خالد جينا. هناك يعني شفت يعني اجنبيين وياهم لو شلون كانوا؟ والله شفت مرة واحد جاء قالوا هذا يزيدي، ما شفنا اجنبي. ما شفنا. قالوا يزيدي. اللي كانوا داعش هناك يعني كانوا من اهالي المنطقة؟ كلهم من المنطقة. كنت تعرفهم؟ ايه شوفهم اعرفهم. يقدمون حراسات كلهم من المنطقة، ماكو خارج. كلهم من المنطقة. ليش خلوكم تروحوا تجون لهنا؟ ما ندري، الامير جابنا على ساتر. قالوا لنا يابا عفو عفو جاي من امير بغداد لي. قال عفو خاصه عفو لكم تروحون على اهلكم. ليش انتم بالذات كنتم معوقين لان لو يعني احنا جينا ماكو واحد سالم عندنا. خبر الشايب العجوز هذول جابوا. ما جابوا واحد صحيح. انت هسه يعني عندك يعني اقارب هناك ما زالوا موجودين؟ ايه عندي اقارب. كم واحد؟ والله هو 12 واحد.